رئيس الحاضرين. يعطيكم العافية، حضورنا الكريم اليوم تشجيع قوي، يعطيكم العافية. أغنية روعة تغنى فيها الفنان القدير عبد الكريم عبد القادر، ما شاء الله عليك أحمد، ما شاء الله على صوتك. خلينا نسمع تقييم اللجنة. دكتور يعقوب الخبيزي تفضل. الحقيقة أحمد غنى يعني غنى حلو، اختياره كان موفق. احنا طبعا اللجنة من الآن من اليوم، لأن كل الأصوات جميلة وكل يعني صار في تحدي بين كل يعني فئة جت مع بعض، تقابلوا مع بعض، فاتفقنا احنا كلجنة ان ما في يوم مرحميني يعني من الآن يعني. فأحمد طبعا احنا عارفين ان صوته جميل وكلهم الحين أصواتهم جميلة اللي جايين، لكن عاد نشوف من الصوت الجميل اللي عاد ما يغلط. أحمد الموال قال حلو، لكن قال شلون يعني ما عطاني الانسياب يعني هذه بالرشفة هذه، لا يعني عارف قنيت حلو بس في أماكن يت فيها. طبعا تدري احنا بنغيم هذه لجنة ما تمر، لازم الهفوة ما تمر. الكوبليه الأولاني لما طلعت فوق صار عندك، طبعا انت المفروض تلطش النغمة اللي هي اللي فوق، طبعا جيت انت المفروض تعمل لازم لعبة، انت مديت على اللعب بتوصل بس ما قدرت، ابى اكمل يلا 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 عرفت. لا هذه طبعا هذه محسوبة عليك غلطة، انا اي لا انت قاعد اوكي، بس ان هي يا اما ان انت مواصل النغمة صح او انك لازم تلون شوي، ما تمد هالمد هذا الطويل عشان تلطش النغمة اللي فوق، عرفت. هذا بالكوبليه الاولاني. جيت طبعا ما شاء الله سويت اشياء حلوه، جينا على الاخير انا في جمله سمعتها مو من اللحن، مو من اللحن اخر شيء على القفله، قولوا له صح استاذ جمال، قولوا له روح. هو قال قولوا له تقريبا كذي شغله يعني اي روحوا قولوا له. روح اللحن مو هو هذا، مو يعني بالدخول انت عموما، انا ما اقول انت فنان وانت يكفي ان انت من مصر وقاعد تغني اللهجه الكويتيه باتقان، يعني هذا شيء كبير. عموما انا بعطيك كان المفروض اقل من كذي بس انا بعطيك 9 من 10. بلا شك ان صوتك جميل، انا ما ابي ازيد على زميلي دكتور. الأغنية قوية جدا وطويلة جدا، مكبلها طويلة، وطبعا هني اسوي تحية حق اخوي الفنان الكبير استاذ عبد الكريم عبد القادر، اقول له تحياتي لك الأغنية الجميلة هذه. احمد انت قنيت الأغنية صح، بس في شغلات تعرف انا ريان يعني ادور شيء بس القط. انا الحين صرت على المجلس السعودي، الجملة من السعودي اللي ما يقولها صح ينكشف، لان احنا لاحقين على المجلسات وعلى السوالف. انت المجلس السعودي قلت الجو الاولاني وبعدين بالاخير لا صلابات يعني، مريت على كان بيعرف شلون مريت على الجمله هذه وعكيت فيها. الغدير اللي بعيونه من زلاله ما روينا هذه شويه مريت عليها شوي مرور عادي. انت صوتك جميل مثل ما قال الدكتور، كذي 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 ما في. الحين لازم الواحد يكون أولى. أنا بعطيك نفس الدرجة اللي فاتت، يذكر عليك 8 درجة 8 راح تعطيك. تسلم مشكور. الأستاذ أحمد شرقاوي تفضل. طبعاً كون أحمد يغني حق الصوت الحبيب الصوت الجريح عبد الكريم عبد الغادر ويجي بهذه الثقة وقعدته ثقة، للأمانة هذه قوة فقط يعني ثقة متناهية. أحمد أنا اللي قلت له أنت مصري تغني أحسن من الخليجيين، صوت يجمع ما بين القوة وما بين الدفء. هو غلط فعلا
خاصة فيه روح أقوله له الموال أنا شايفه حلو أطربنا الحقيقة فيه، لكن الغلطة في الدخول هذه، وأنا بمشي مع رأي يعقوب يعني الحقيقة دكتور يعقوب قعدنا وتناقشنا قلنا راح نكون مصلخ بشريني مصلخ موسيقي، مو مثل في البدايات اللي هو التشجيع وفرز الأصوات وكذا. لا الآن خلاص الآن إحنا في مشكلة، لأن لاحظنا بصراحة أكثر اللي قاعد يفوزون هو وفقاً للدرجات الحلوة اللي نعطيها، متوافقة مع درجاتنا للأمانة اللي كل اللي طلعوا لها المرحلة، فبالتالي ما راح نعدي أي غلطة يا أحمد، وبالتالي الجكليتة والبرميتة والقصة قيلي هاي ما راح تسمعها هذه تروح تدورها بسوق المباركية تصير عزيزة وغالية مو الكل ياخذها. اي نعم، فبالتالي لكن انا بنقصك درجة من هني، لكن لازم اقول حق الجمهور، هل استمعتوا الى قفلات احمد؟ القفلات المبتكرة، مو القفلات قل والله استاذ عبد الكريم عبد القادر بعد منه اجيد منه وراح قلده وقال راح انجح، لا ابتكر قفلات جديدة حبيناها، فلذلك راح تكون درجتي 9 من 10 يا أحمد، واعتبرها هذه كاملة. شكرا. أحمد، سمعت تقييم اللجنة لكم، مثل ما قالوا لك هذا تقييم حاد، يعني ما فيها ضحك وقشمرة، وأصعب المراحل تمر على أي متسابق هي المرحلة اللي قبل نهاية المسابقة. شنو شعورك الحين أنت معانا في المرحلة الأخيرة بعد أسابيع من التدريب والتفكير، أنجح ما أنجح، راح أكمل، راح أكون نجم صوت السهرة، شنو توقعاتك المرحلة الجاية؟ والله بس بداية أنا أحيي الأستاذ الكبير الأستاذ عبد الكريم عبد القادر، أنا دقيت عليه واستأذنت في الأغنية، وطبعا أحيي الأستاذ فهد الحداد اللي تعب علي ودربني، ترى الأغنية صعبة، التحويلات فيها والتنقلات فيها ثقيلة يعني. اما يعني شعوري ووجودي هنا هو اكبر مربح لي، وصولي لهالمرحله بس كفايه عندي الحمد لله. نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق. صلاح، حاب تقول كلمه لاحمد؟ عطنا المايك. بدايه يعطيك العافيه احمد، يعني استمتعت حقيقه بادائك وحتى الجمهور، لكن لما بنقول اساتذه هذا اللي بنعني، هم يركزوا في تفاصيل دقيقه جدا وكل الملاحظات كانت في محلها، ولكن مثل ما قلنا ترى على فكره مش من السهل ان يعني بتكون تحت المجهر يعني على كل جملة على كل أداء، والله يوفقك إن شاء الله. أحمد أحمد، آخر مرة طلبت من الجمهور إنهم يصوتوا لك ويقفوا جنبك، إيش تقول لهم الليلة؟ إذا عجبكم الأداء صوتوا لي. صوتوا له، قال لكم صوتوا لي، وإحنا بالمرحلة قبل النهائية. رقم تصويت أحمد عبد اللطيف من مصر، رقم تصويته 1. دزوا مسجات من اليوم، راح يبتدي التسجيل والتصويت حق أحمد والثلاثة اللي راح يتقنون معنا وراح يتأهلون حق الحلقة الأخيرة. دزوا مسج برقم التصويت ولا تقصرون مع متسابقينا، ونذكرهم أنكم ترسلوا رقم التصويت من غير اسم المتسابق. دحين خلينا نسمع أغنية حلوة من ضيف حلقتنا بس بعد الفاصل. مركب الهند بودقلين زايد من الشحنة وزانك، ما ظني توصل حدود الصين، ما
ظن بترد عنوانك بو راشد الصوري طلبك دير يوم انت غنى في بستانك يحيى عمر زاد من بيتين زادوا في القروش حبانك يحيى عمر زاد من بيتين زادوا في القروش حبانك وزادوا في القروش حبانك ويا مركب الهند بودك وين زايد من الشحن أوزانك يا مركب الهند بودك وين زايد من الشحن أوزانك وما ظن توصل حدود الصين ما ظن بترد عنوانك وما ظن توصل حدود الصين ما ظن بترد عنوانك أبو راشد الصوري طلبك دين يوم انت غنى في بستانك لا قلت واصلك تقول لي هيك ما ترد من يطلب